مش عارفه ابدا منين ولا منين والله. ميركاتو ساخن جدا ومانشيتات قويه، وطبعا يعني الواحد في حاجات عايز يفهمها بصراحه، وانا عايز ابدا تحديدا بملف مبابي، لان النهارده كان معايا خبر جديد او اخر حاجه في هذا الملف، وقصه ان احنا سمعنا بقى ان الهلال السعودي عرض رقم كبير جدا 300 مليون يورو، يعني انت بتتكلم في اعلى من كريستيانو رونالدو، هل ده اصلا يعقل؟ وحاجه تانية اتقال ان برشلونه في طريقه برضو للتعاقد، وغير ان هو اصلا حابب ان هو يروح ريال مدريد. بص الموضوع غريب غريب، ايه الجديد؟ ايه اللي صح؟ ايه المؤكد؟ لو انت عندك اي معلومه يعني. بالنسبه للمصادر الموثوقه ان هواند في قصه امبابي، الوضع كالاتي: طبعا باريس سان جيرمان عرضه خلاص البيع، لم يضم امبابي للقائمه للجوله بتاعته هو زهق الاساسيه، منه مؤخرا. لان هو اللي كان في اتفاق مش مكتوب ان امبابي المفروض كان العقد بتاعه ينتهي في صيف 2024، لكن في قابليه شرط موافقه امبابي انه يمدد ل 2025. امبابي بعت خطاب لباريس سان جيرمان منذ حوالي اكتر من شهر، قال لهم انا مش همدد، وعقد يخلص في 2024 وبعد كده ارحل. باريس سان جيرمان، اداره باريس سان جيرمان عندها قناعه تامه ان في اتفاق بين امبابي وريال مدريد انه يرحل مجانا في صيف 2024. طبعا الوضع حاليا ان باريس سان جيرمان عايز خلاص مبابي يتباع لانه يحقق منه اكبر استفاده ماديه بدل ما يخسره مجانا في صيف 2024. العروض اللي وصلت حتى الان حسب المصادر الموثوقه، العرض الرسمي الوجود على الطاوله هو عرض الهلال السعودي. عرض الهلال السعودي يعني ده خلاص مؤكد، في عرض 300 بالفعل، مليون يورو العرض اللي المبلغ اللي هياخده باريس سان جيرمان 300 مليون يورو، ده حتى اعلى من المبلغ اللي طلبه باريس سان جيرمان حوالي 200 مليون يورو، خاصه ده لاعب ناقصه سنه واحده في عقده. الكلام كله بقى، وده بحسب شبكه سي بي اس الامريكيه، ودي واحده من اكبر الشبكات على مستوى العالم، بتقول ان الراتب الاجمالي لمبابي في السنه الواحده هيبقى 700 مليون يورو، شامل طبعا الراتب الاساسي 200 مليون يورو، بلس طبعا يبقى في نسبه اعلانات حقوق الصور كلها، كل عائداتها هتبقى مع مبابي، والعقد هيكون لمده سنه واحده بحيث انه يحقق حلمه بعد كده. يعني المسؤولين في الهلال وفي صندوق الاستثمارات العامه السعودي ما عندهمش اي مشكله ان العقد يجي سنه واحده، ان مبابي يجي سنه واحده وبعد كده يروح بشكل مجاني ريال مدريد، ما عندهمش مشكله يدفعوا ان الباكج كلها توصل مليار يورو، يدفعوا هذا المبلغ معقوله. بس ليه ادفع في مبابي مليار يورو؟ ليه اعلى من مكان ميسي ممكن يجي واعلى من كريستيانو؟ لا مش فاهمه دي. هم عايزين ولا انت بتتكلم فوارق السن يعني، اصل كده كده وقعت سنه واحده فمش هتفرق السن. السن ده يعني دي عامل، لكن العامل الاخر مهم هو الماركتنج للدوري السعودي. العالم كله، انا هوند اللي نعترف، العالم كله دلوقتي بيتكلم على الدوري السعودي، وده هم اللي عايزينه. بس رقم كبير في رقم طبعا انا ما بقللش منه، يعني بس رقم هيوج يعني. الاكيد وبحسب كذا مصدر، صباح ليكيب، الصحفي الايطالي الشهير فابريزيو رومانو، شبكه سي بي اس، سكاي سبورتس، 300 مليون يورو. وبالفعل باريس سان جيرمان وافق على العرض بشكل مبدئي، وسمح انت بيرميشن للهلال انه يبدا يتكلم مع مبابي. حتى الان الهلال ما اتكلمش مع مبابي ومش عارف موقفه حتى، يعني في بعض المواقع الاسبانيه طبعا القريبه من ريال مدريد بتقول ان مبابي رافض الفكره، لكن انا بتكلم على المصادر الموثوقه حتى الان، لا ما في يعني مبابي حتى الان ما قالش اه ولا بشكل. يعني يمكن يعني الظهور الوحيد لمبابي على خصوص القصه دي كان لاعب كره سله امريكي، يعني ظهر بشكل ساخر في يعني اواخر امس الليل، وقال ان انا كمان ده انا عايز كمان اروح للسعوديه، فمبابي عمل ايموشن ضحك. ده الشكل ده يعني التعليق الوحيد من مبابي على كل الشائعات دي. لكن في عرض من الهلال السعودي، في عرض المسؤولين عن الكره السعوديه يريدون مبابي يكون موجود على الاقل في السنه دي، لان دي سنه استثنائيه وتاريخيه للدوري السعودي. بنتكلم في اسماء كبيره جدا موجوده حاليا في الدوري السعودي، نتكلم في طبعا كريستيانو كان البدايه، مارسيلو بروزوفيتش في النصر، اليكس تيلس في النصر، الاهلي السعودي ضم ادوارد ميندي الحارس السنغالي، ضم روبرتو فيرمينو، وقاب قوسين ادنى من ضم رياض محرز، الهلال نفسه ضم سافيج النجم الصربي، ضم روبن نيفيز، ضم كاليدو كوليبالي. فلا يعني هم دي سنه استثنائيه، وبالتالي لو ضم مبابي حتى لو سنه واحده وبعد كده هيمشي مجانا رغم كل الاموال اللي هتدفع دي، وبعد كده يمشي مجانا يروح ريال مدريد، المسؤولين في الدوري السعودي بحسب كل المصادر الموثوقه ما عندهمش مشكله في سبيل ان مبابي يكون موجود ماركتنج للمشروع الضخم جدا اللي بيتم حاليا في المملكه العربيه السعوديه على صعيد كره القدم.